أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل إذا امتنع الشخص عن تناول الطعام المكشوف خوفا من إصابته بشيء، هل هذا من التطير المنهي عنه أم أنه من فعل الأسباب؟ هذا ما هو من التطير، هذا من ترك الشيء اللي فيه خطر. الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا من تجنب الضرر. نعم.